اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم النهارده واحد من المديرين الفنيين المميزين داخل قطاع الناشئين وليه بصمات كبيره، كابتن ياسر محمدين، المدير الفني لفريق 2009. تحياتي ليك يا كابتن ياسر. اهلا كابتن سامي، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله كله تمام وكله بخير الحمد لله. طمنا على 2009، البطوله انطلقت بطوله الجمهوريه، لعبت حوالي 3 ماتشات، الاستعدادات الدنيا اخبارها ايه؟ والله الحمد لله، يعني احنا طبعا بدانا المسابقه من 3 اسابيع، وقبليها كان فتره اعداد تقريبا ما يقرب من حوالي شهرين يعني وكده. الدنيا الحمد لله ماشيه كويس، الامور ماشيه بخطى كويسه. بدانا طبعا المسابقه، كان في ماتش ما توفقناش فيه، بس كان زي ما انت كده بتقول، يعني احنا كويس ان احنا بناخد الحاجات دي في الاول، لسه البدايات، لسه البدايات، وبناخد الحاجات دي في الاول، بنعرف الغلطات بتاعتنا، بنشتغل عليها، في ايجابيات بناكد عليها. فالحمد لله بعد كده اول ماتش ده لعبنا ماتشين، ربنا اكرمنا فيهم الحمد لله باداء كويس بنتيجه كويسه، وزي ما حضرتك قلت لسه الدوري لسه بادئ، لسه فيه ماتشات كتيره، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل واحسن يعني ان شاء الله باذن الله. 2009 السنه اللي فاتت كانت بطوله منطقه، السنه دي اول مره يلعبوا بطوله جمهوريه. تمام. شايف شكل البطوله ازاي والمنافسه والمسابقه؟ والله يا كابتن اسامه، الماتشات طبعا بطوله الجمهوريه احنا نعتبر سنه اولى بطوله جمهوريه. منطقه القاهره برضو بتبقى المسابقات او المسابقه نفسها بتبقى اقل شويه طبعا من بطوله الجمهوريه، ممكن تلاقي فرقه او فرقتين بينافسوا. طبيعي على طول هتلاقي طبعا ام بي، المقاولين، الكلام ده كله. دلوقتي الجمهوريه يعني في فرق كتيره كويسه قوي، احنا لازم نشتغل على نفسنا كويس جدا. دايما انا بقول للولاد لازم تبقى الامور في ايدينا احنا، انت اللي بتقدر تخلي الدنيا سهله وتخلي الدنيا صعبه بالاداء بتاعنا، بالاستعدادات بتاعتنا، بثقتنا في نفسنا. واحنا لعيبه النادي الاهلي الحمد لله ثقتنا دايما موجوده، لكن طبعا هي المسابقه مش سهله يعني، واحنا بناخد الحمد لله طبعا انديه الدوري الممتاز. بالظبط بالظبط، فاحنا بناخد كل خطوه بخطوه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي يعني ان شاء الله باذن الله. الاختبارات كانت في بدايه الموسم او قبل انطلاق المسابقه كانت مهمه جدا الاختبارات. طبعا السنه دي طلعتوا في 2009 بلعيبه من الاختبارات ولا ما ظهرش لعيبه في 2009؟ لا والله الحمد لله طلبنا باتنين لعيبه، يعني ان شاء الله يكونوا اضافه كويسه لينا الفتره اللي جايه. اشتركوا في الماتش اللي فات، كان اول مشاركه ليهم، يعني كان ادائهم كويس الحمد لله. ويكونوا اضافه لينا كويسه باذن الله مع الموجوده مع المجموعه اللي موجوده، ان شاء الله بنعمل حاجه كويسه. وانت عارف طبعا يا كابتن اسامه السن ده سن تطوير طبعا، سن عنده اولمبياد، عنده كاس عالم، يعني السن ده لسه مكمل معانا الفتره اللي جايه لفترات طويله، فمهم جدا التطوير فيه والاداء يكون افضل. وزي ما قال كابتن بدر، يعني انا بالمناسبه بهنيه بعيد ميلاده، كل سنه وانت طيب ويا رب يكمل شفاه يا رب على خير. الاداء الكويس يا كابتن بيجيب النتيجه الكويسه وبيجيب كل حاجه، فاحنا ان شاء الله عندنا امل يعني باذن الله المجموعه دي تبقى حاجه كويسه ان شاء الله للنادي في المستقبل باذن الله. ان شاء الله. وكلامك معاهم والجيل ده، حضرتك قلت ان الجيل ده لسه مكمل، عنده اولمبياد، عنده كاس عالم. تمام. بيبقى دافع للعيبه، وانت دايما في محاضراتك وكلامك معاهم طبعا عن الفوز وعن المباراه، انك كلاعب لازم تبدا تشتغل دلوقتي وتسمع عشان في خطوه تانية ليك. اكيد ده من ضمن الحوافز اللي بتحطها للعيبه. اكيد يا كابتن، الكلام ده لازم بنقوله من اول سنه، بقول لهم الكلام ده. اللعيبه اللي عندنا لعيبه، فيها لعيبه كويسه كتير، لازم يكون عنده، انا دايما اللعيبه اقول لهم لازم يكون عندك هدف، لازم يكون عندك تارجت، ما تبصش تحت رجليك، بص للقدام، بص ازاي ابقى اساسي في فرقتي في الاول، بص ازاي انا العب في فرقه اكبر مني، بص ازاي انا عايز اوصل لفريق الاول. دايما لازم احط له اهداف لازم يوصل لها. ما تفرحش اللي انت عايز تلعب دلوقتي، او تزعل اللي انت ما بتلعبش مثلا يعني او حاجه، فلازم يكون عنده الهدف ده موجود، لازم يكون بيبص لقدام، ما بصش تحت رجليا. هو ده اللي هيخلي اللعيب يتطور، هو ده اللي هيخلي اللعيب يأدي، هو ده اللي هيخلي اللعيب عنده هدف عايز يوصل له. وبيشوف اللعيبه الكبيره بتاعتنا اللي هي احترفت بره ولسه شغاله بره، فلازم يكون عنده التارجت ده، ولازم يكون موجود في دماغه عشان يقدر يطور من نفسه. عنده زي ما قلت لك يا كابتن، في اولمبياد، في كاس عالم، لسه في عندنا حاجات كتيره، فلازم اشتغل على نفسي كتير قوي واوصل، احاول اوصل الهدف اللي انا عايزه، ولا انا اكون يعني حاجه كويسه للنادي الاهلي، اللي هو الهدف الكبير بتاعنا اللي احنا نطلع لعيبه للنادي الاهلي. وحضرتك بتتكلم عن الفريق الاول، وهيبقى هدف للعيبه انها تطلع الدرجه الاولى في مباريات النادي الاهلي في الفريق الاول. تمام. في مباريات اكيد بتلعب وبتبقى مباريات ببطوله، مباريات حلوه، ممكن في مباريات الاهلي متاخر فيها بيرجع،
المباريات دي بتضرب امثله للعيبه بيها اكيد يا كابتن في النقاط دي، وممكن تتكلم عن لعيب معين، شفت اللعيب الفلاني عمل ازاي، الشخصيه هنا، انهاءه حتى للهجمه، الكره المدافع لو قدر يطلع حارس مرمى. طبعا يا كابتن الكلام ده بيحصل، حتى انا في امثله للعيبه، انا عندي الاجنحه بتاعتي ايوه يعني ليهم زي ما ليهم دور هجومي لازم يكون ليهم دور دفاعي. كويس. انا بقول له مثلا شوف لعيب مثلا زي ممكن نقول زي احمد عبد القادر مثلا، ممكن لعيب زي بيرسي تاو برضو. الراجل بيخلص الهجمه بتاعته، لكن لو الباك اللي بيشتغل عليه بيعمل هجمه مضاده ولا حاجه تلاقيه راجع معاه لغايه حتى لغايه الكورن، ما بيركنش لقدام. فانا باكد عليهم دايما في الحته دي، كنا كل واحد ليه واجبات هجوميه والكره معانا طبعا، لما بنفيد الكره لينا واجبات دفاعيه. فانا بقول له مثلا يعني شوف اللعيبه الكبيره دي كلها عادي لازم يرجع يدافع ولازم يشتغل ولازم ولازم ولازم. بقول له مثلا واحد زي ميسي ده مثلا، الراجل ده ميسي يعني من اعظم اللعيبه او اللي موجوده، الراجل بيرجع ساعات بيدافع وبيعمل والكلام ده كله. فلازم تضرب لهم امثله بالحاجات دي عشان يبقى في اقتناع شويه باهميه الدور اللي هو لازم يعمله مع الفرقه بتاعتنا. يعني الجهاز المعاون بقى للكابتن ياسر محمدين، ما شاء الله النادي الاهلي يعني الامكانيات كبيره جوه النادي الاهلي طبعا، وموفر كافه الامكانيات طبعا، سواء ملاعب سواء ملابس تدريب زي ما احنا بنشوف في طبعاً طبعاً في التمرين دلوقتي، والصور معروضه، البنيه التحتيه، كل الامور. ايضا الجهاز الفني برضو جهاز فني تحس انه يعني جهاز معاون كانك في الدوري الممتاز بالظبط. طبعا يا كابتن احنا برضو في، وانا بقول الفرق تلاقي في طبيب وتلاقي في المدلك والعامل المهمات وحراسه يعني. لا كابتن كمان، ودي دلوقتي في يعني حاجه مهمه جدا دلوقتي، في عندنا طبيب نفسي في الفريق كويس مع يعني مع الفرق القطاع مع القطاع بس كله، بس تستخدمه كمدرب؟ طبعا طبعا يعني بنقعد يعني يمكن تقريبا اسبوعيا بنقعد معايا محاضرات، بنقعد نشوف الولاد اخبارهم ايه، لو في حد مثلا في حاجه معينه بيتكلم معاه بيحاول يخرجه من اللي هو فيه، يحاول يحل له حاجه كويس معينه ولا حاجه. لكن النادي الاهلي طبعا سباق في كل حاجه، أجهزة فنية على أعلى مستوى، بنية تحتية هايلة ممتازة. يعني أنت فعلا يعني أنا يعني من الناس اللي أنا النادي الأهلي ده بالنسبة لي بيتي، بفخر إن أنا موجود في النادي الأهلي، وكل الناس اللي معايا بيفخروا إن هم موجودين في النادي الأهلي. الجهاز الفني بقى المساعد لأسماء مين اللي موجودة معاك دلوقتي؟ في معنا كابتن إيهاب عبد العاطي ده مدرب مساعد، في كابتن أحمد بلبل مدرب حراس مرمى، في عندنا كابتن أحمد إبراهيم الإداري، في عندنا كابتن إسلام عبد الفتاح الإعداد البدني، في دكتور محمد إمام طبيب الفريق، وكابتن إبراهيم التدليك، وفي عندنا مرزوق وأحمد دول عمال المهمات اللي هم ناس بالنسبه لي حاجات مهمه جدا. المرزوق واحمد يعني من الناس اللي بيشيلوا علينا حاجات كتير قوي يعني. اكيد اكيد. تعالى بقى معانا مجهزين لك تقرير عن الجهاز الفني المعاون ليك، ونشوف رايهم بقى وتعليقاتهم عن الكابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2009. اتفضل كابتن. والله كابتن ياسر من الناس المحترمين جدا، انسان على خلق فنيا وسلوكيا، واحنا بنستفاد منه، وان شاء الله باذن الله معانا فريق كره محترمه السنه دي، ونحاول ناخد البطوله بامر الله تعالى. والله هو الكابتن ياسر يعني بيتعامل مع الاولاد يعني نفسيا قبل فنيا كويس جدا، احنا في ظهره، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظن الكابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب وكابتن ياسر، واحنا كلنا في ظهره. كابتن ياسر الحمد لله شغال بشكل كويس مع اللعيبه من بدايه الموسم، عملنا فتره اداء كويسه، واخترنا بعض اللعيبه كانت موجوده من السنه اللي فاتت. الكابتن ياسر بيجتهد مع الفرقه صراحه، وبيشتغل بشكل كويس جدا، اللعيبه بتفهم الكلام اللي بيقوله كابتن ياسر، وهو في تجانس بينهم وبين بعض، وده مخلي في ارتياحيه في الشغل. بتمنى له التوفيق السنه دي، وان شاء الله باذن الله احنا ناخد البطوله باذن الله ان شاء الله. كابتن ياسر مش اول سنه اشتغل معاه، اشتغلت معاه قبل كده في 2015. طبعا مدربين مميزين جدا في النادي الاهلي، احنا بنقعد في بدايه السيزون بنحط الخطه السنويه اللي بنشتغل عليها، اللي هي فتره الاعداد، وبعد كده فتره المنافسه، وفتره التوقف اللي بنتوقف فيها في نص السنه، وبعد كده فتره نهايه السيزون ان شاء الله. وده طبعا بيبقى تنسيق مع الكابتن وليد وكابتن بدر رجب، وهم بيدونا مساحتنا ان احنا نقدر نشتغل براحتنا تحت اشرافهم طبعا. كابتن ياسر مش اول مره نشتغل مع بعض طبعا، بقالنا كتير مع بعض في النادي، من الشخصيات الخلوقة المهذبة اللي بتريح الواحد في الشغل وفي التعامل، خبرة كبيرة، والولاد حباه السنة دي، وما شاء الله بدأنين بداية كويسة مع الفريق، وبادئين بداية كويسة السنة دي مع بعض.
وان شاء الله تختم الموسم على خير وان احنا نتوج بطوله الدوري فيه باذن الله. هو السن ده ليه اختلاف شويه مع المراحل العمريه الثانيه، ان هم اول سنه يلعبوا دوري الجمهوريه، هم لسه 14 تحت 14 سنه. طبعا فرق كبير ما بينهم وبين فرق الشباب في نظام الاكل، في نظام التمرين، في نظام الريكفري بتاعهم، تلحم المباريات. لسه هم متعودين يلعبوا على ملاعب صغيره ولسه بقى لهم سنه بيلعبوا على ملعب 11. طبعا ده عامل ضغط علينا في البدايه، عمل ما ابتدينا نعود الاولاد على النظام بتاع الملاعب الكبيره وعلى نظام البطولة الجمهورية، ويعني ايه تنافس، ويعني ايه حمل ماتشات ورا بعض كل اسبوع، ويعني ايه حمل تمرين كل يوم. النصايح بتاعتنا ان انت ازاي تتحرك يعني في الاول حاجة في مواعيد النوم، امتى يعني ما نسهرش. نظام الاكل اللي احنا بنأكد عليه هو بيساعدنا، بده ان هو بيأكد على اللعيبة فيه في التعليمات بتاعته في بين الشوطين وفي قبل المباراة وبعد المباراة كمان في مرحلة الاستشفاء. دايما معانا محاضرة الدكتور محمد جمال الطبيب النفسي اللي معانا السنة دي، بيبقى دايما هو معانا فيها، بيبقى دايما كل كبير وصغير بيبقى واقف معانا اللعيبة فيها، وبنبقى متابعين اللعيبة فيها أول بأول. كابتن ياسر، أنا حصل الشرف أنا اشتغلت معاه قبل كده، مش دي السنة دي أول مرة. من الشخصيات محترمة جدا، وشغله شغل عالي ومرتب، بيريح الجهاز معاه بترتيب شغله. فانا يعني مش جديد ان انا اشتغل معاه قبل كده، فانا سعيد ان انا موجود معاه السنه دي. عاملين فتره اعداد من اول الموسم، واللعيبه بالنسبه لهم ان هي اول مره يلعبوا جمهوريه، فالنقط دي احنا واخدين بالنا منها قوي. وكابتن ياسر برضو عامل برنامج ماشيين عليه كويس، وموضوع الاستشفاء للعيبه من اول الماتش، ما بنبدا الماتش واحنا شغالين معاهم بموضوع الاستشفاء، وبعد الماتش بيومين بنبقى برضو في تدليك وحاجات بنجهزهم لبقيه الماتشات اللي بعد كده وبقيه الاسبوع، البرنامج الاسبوعي للتدريب. ما شاء الله، شايفين في التقرير اللي فات يا كابتن ياسر يعني علاقه حب واحترام بتجمع بين الجهاز الفني كله. طبعا يا كابتن اسامه، يعني الاحترام والحب والود والتعامل الكويس هو ده اساس النجاح في اي منظومه. النادي الاهلي مميز بالكلام ده، ما حدش بينجح لوحده، كلنا منظومه واحده عايزين ننجح كجهاز فني واداري وطبي وكل حاجه، لعيبه عايزين ننجح كلنا. انا الحمد لله من النوع اللي احنا بنتشاور كويس جدا انا والجهاز مع بعض في اي حاجه مختلفين فيها، او اي مثلا اختلاف على لعيب معين او حاجه، لازم بناخد راي بعض، لازم نتكلم، وفي الاخر بنعمل المصلحه بتاعت النادي. النادي هو عندنا نمره واحد، هو ده الاساس، بنعمل لمصلحه النادي بصرف النظر عن اي حاجه. ما شاء الله، لفت نظري في التقرير السابق دلوقتي بنصور اللعيبه والمدربين، الشكل العام حلو، الملابس واللعيبه اللبس موحد، ودي طبعا يعني ملابس الموسم الجديد بقى طبعا. وكمان بيتمرن بيها الدرجه الاولى كانك قطاع النشيد بالظبط زي الدرجه الاولى كاجهزه وكلاعبين، الشكل العام حلو. النادي الاهلي لما بيظهر لازم يظهر بشكل يليق بنادي الاهلي. يعني هو ده النادي الاهلي يا كابتن اسامه، هتلاقي البنيه التحتيه زي ما قلت لحضرتك، غرف الملابس، الادوات، المعدات تبقى دايما على اعلى مستوى. الملابس احنا يعني زي الفريق الاول بالظبط، ما فيش فرق والله بينه وبين الفريق الاول. والنادي الاهلي هو كده دايما، واحنا متعودين كده دايما من النادي الاهلي، فدي مش غريبه عن النادي الاهلي يعني. حته الملعب، ان الولاد السنه دي بقى بتلعب على ملعب كبير ومساحات كبيره، طرق لعب مختلفه، 4 2 3 1 4 3 3، بتاخد وقت في الشغل ده تحفظ اللعيبه وفقفه الملعب وفي المساحات؟ اكيد يا كابتن، برضو المسابقه زي ما قلت لحضرتك اقوى من قبل كده طبعا. بالظبط كده، هتلاقي فرق بتيجي بتلعبك من نص ملعبها، هتلاقي فرق بتلعبك واقفه قصاد المرمى بتاعها، فانت محتاج طرق لعب مختلفه شويه. في السن الصغير ده انت محتاج برضو تعود اللعيب بتاعك على لو مثلا الدنيا مقفوله في القلب هنعمل ايه، طبعا نتحرك ازاي. دي مباراه القناه صح كده؟ لا، ده ماتش الجونه يا كابتن. ده ماتش الجونه. ماتش الجونه. الملعب ما شاء الله حلو يعني. شايف هو ملعب طبعا نجيل صناعي، بس ملعب كويس جدا، ومن النجيل اللي هو من الاجيال الجديده اللي هي الحديثه في انواع النجيله يعني. من يعني ده كان تاني ماتش احنا عملناه، كان ده الهدف، ده الهدف التالت. مصطفى فرج يعني. فمن يعني الماتشات الكويسه قوي اللي عملناها اداء، وزي ما قلت لحضرتك الاداء بيجيب نتيجه كويسه. قبل الهدف لفت نظري الاستحواذ. بالظبط، استحواذ الكره القصيره، تدوير الكره. بتركز دايما في شغلك على الطريقه، على الاسلوب ده.
بص يا كابتن، انا شغلي بحب اللعب على طول من لمسه او لمسه ولعبه. الحاجات دي بطورها عن طريق الاستحواذ اللي في التمارين، دايما على طول بنشتغل عليها. الكوره دلوقتي يا كابتن خلاص ما فيش اللي انا احتفظ بالكوره لغايه ارقص ده وده واعدي من ده واروح لده، خلاص الكوره خلصت، هي واحده والتانيه تحرك كتير جدا من غير كوره. هو ده اللي احنا شغالين عليه، وان شاء الله يؤتي ثماره يعني قريبا، يعني يا رب باذن الله ان شاء الله. كابتن بدر رجب، اخباره معاك ودوره معاك، واحد برضو من العناصر المهمه اللي يعني رجعها النادي الاهلي او بقى متواجد مره اخرى، اجتماعاته مع اللاعبين مع المدربين، اختياراته للاجهزه الفنيه، يعني كان خطوه مهمه يعني ان الكابتن بدر رجب يكون متواجد كمدير فني للقطاع. يعني عايز اقول لك حاجه بس يا كابتن اسامه، انا من الناس اللي سعيده جدا الكابتن بدر موجود. انا كنت اتمنى من فتره ان انا اشتغل مع كابتن بدر رجب. انا اول فتره دخلت فيها النادي الاهلي للاسف كان كابتن بدر سافر او هيسافر حاجه زي كده، فكان ما كانش اسعدني الحظ في الاول انا كنت اشتغل معاه يعني. فالحمد لله السنه دي كان ليا نصيب اشتغل معاه، من الناس اللي انا عايز استفيد منها، راجل خبره بكل ما تحمله الكلمه من معنى في قطاع الناشئين والبرام على وجه التحديد. راجل موجود معنا دايما. فتره الاختبارات زي ما انت حضرتك قلت، الراجل ما بيونش، الراجل من هنا لهنا 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 ما بيقعدش والله، عايز مش عايز حد يعدي، مش عايز لا يعني ممكن انا اشوف مثلا ده لسه شويه، لا ده ممكن هيجي، لا هناخده، لا مش على طول معانا، على طول معانا في الملعب. الفترة اللي فاتت الحمد لله بدأ يرجع إن شاء الله كده يبقى سليم معافى بإذن الله. موجود معنا برضو، متواجد دايما يا إما في قطاع البراعم تحت يا إما موجود معنا في الملاعب فوق، وعمل مجهود كبير جدا, جداً في الاختبارات جدا يا كابتن، كان عنده حماس كبير، مجهود غير عادي، دخل يعني بص قال لي أنا عايز ألف محافظات مصر. والله كابتن بدر خد الأمور واحدة واحدة، والله قال لي لا أنا من مدينة نصر للشرقية للسويس للمنصورة للإسكندرية. لا لا ما والله كابتن بدر ما قعدش، ويا رب إن شاء الله يرجع بألف سلامة، ومكسب كبير جدا 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 للقطاع، واحنا انا بستفيد منه والله. النهارده لسه كنت قاعد معاه بقول له انا عايز اعمل حاجه معينه كذا، قال لي لا نعملها بكذا، لا ممكن نزود، يعني انا بستفيد منه، وكان من الناس اللي انا اتمنى ان انا اشتغل معاها. والحمد لله ان كابتن بدر موجود، وانا الحمد لله ليا نصيب ان انا اتواجد معاه يعني. تمام، ابرز المحطات الكابتن ياسر محمدين التدريبيه، انت اشتغلت قبل كده فتره في النادي الاهلي ورجعت مره ثانيه، ابرز محطات الكابتن ياسر محمدين؟ والله يا كابتن انا اشتغلت في النادي الاهلي طبعا، بدات في اكاديميه النادي الاهلي في سنه 2006، قعدت تقريبا يمكن 3 سنين، بعدين اتصعدت في بداتها من تحت، من تحت خدت خبرات كبيره بالظبط، بعدين طلعت على القطاع في 2009، اشتغلت يمكن لغايه 2014 تقريبا. تخلى الفتره دي طلعت على منتخب مصر، قعدت حوالي يمكن سنه يمكن او سنه وشويه، بعدين رجعت النادي تاني قعدت حوالي يمكن 3 4 سنين، بعدين خرجت تاني رحت في نادي البنك الاهلي اشتغلت شويه، بعدين رجعت السنه دي. يعني بيتي ومكاني اللي انا اتشرف دايما انت واحد من ابناء النادي الاهلي. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن حاجه تشرفني، والنادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك ده بيتي، يعني اللي انا يعني اللي انا سعاده كبيره جدا وانا داخل على باب النادي الاهلي كده، حاجه لا توصف يعني. بتطمنا ان فريق 2009 بيضم عناصر ومواهب ان شاء الله ممكن في المستقبل تكون موجوده في الفريق الاول في النادي الاهلي؟ ان شاء الله يا كابتن اسامه، في عناصر مبشره جدا من غير اسماء، عشان من غير اسماء لا لو قلت اسماء وسبت اسماء لا لا. مش هتدخل بكره التمرين، انا مش هتدخل الملعب. لا لا يا كابتن والله ان شاء الله في عناصر مبشره، وان شاء الله مع الشغل معانا ومع التطوير بتاعهم وجديتهم والتزامهم والطموح بتاعهم ان شاء الله يكونوا حاجه كويسه للنادي واضافه كويسه باذن الله للنادي الاهلي باذن الله. طيب تعالى معانا بقى نشوف تقرير مع اللاعبين وكلامهم عن مديرهم الفني الكابتن ياسر محمدين. تمام. كابتن ياسر طبعا كابتن محترم جدا، وانا من الناس اللي بحبه جدا وبحترمه، هو مدرب طبعا يعني ممكن يكون من احسن المدربين اللي انا اللي جم في القطاع ومسكوا في فرقه 2009، وهو الحمد لله عمل معانا نتائج كويسه. بيقول لنا لازم نلعب اداء رجولي، لازم نحس بقيمه فنانة الحمراء عشان في ناس كتيره جدا بيتمنوا بيها، فبيعلمنا حاجات كويسه وبرده بيفهمنا ان المراكز وكده. كابتن كبير طبعا، اول سنه يمسكنا السنه دي،
لعبنا 3 ماتشات خدنا 6 بونت والحمد لله الاداء كل ماتش بتحسن على الاول. الحمد لله ان شاء الله ناخد البطوله السنه دي. كابتن ياسر كمدرب كبير طبعا ومسكنا اول سنه ليه السنه دي، ولعبنا 3 ماتشات في الجمهوريه وان شاء الله ناخد مركز اول وناخد البطوله. بحفزنا دايما على طول وبقول لنا لعبوا بروح وبقلب والكره ما تتقطعش منكم بسهوله. كابتن ياسر كويس معانا يعني بسم الله ما شاء الله، مدرب بيسمعنا وكويس معانا بيتعامل معانا كويس، الحق بيلعب كل لاعب بينافس التاني يعني. استعدنا الاول استعداد كويسه بقيه الموسم، لعبت في اماكن كتيره الحمد لله فطورت نفسي في كذا مركز الحمد لله مع الكابتن. اهم نصيحه قالها لي ان انا اهتم بكل تمرينه، اهتم بكل ماتش، اهتم بكل حاجه كانها اول حاجه عشان نستفاد. الاستمراريه بتيجي يعني ان كل ماتش تاخده كانه اول ماتش. يعني الكابتن الحمد لله يعني عمل معانا شغل في اول السنه، ويعني ده اللي خلانا واقفين على رجلينا دلوقتي يعني، والحمد لله عاملين نتائج كويسه يعني. يعني البدايه كانت عاديه يعني، الاول فيتنس يعني وكده، وبعد كده يعني بنشتغل شغل تقسيمات وكده بس عادي. من احسن المدربين في القطاع ومن احسن المدربين في مصر، بيحفزنا كل ماتش ويقولنا لازم نعمل نتائج كويسه جدا في الدوري وماشيين كويس الحمد لله. نعم احسن اول ماتش ما كانش احسن حاجه، لكن ماشيين لحد دلوقتي ما احسن حاجه وان شاء الله جاي افضل. ما شاء الله اللعيبه بتحبك يا كابتن ياسر. والله يا كابتن اسامه دول زي ولادي، و انا عايز مصلحتهم والجهاز كله عايز مصلحتهم، ويعني بنتكلم معاهم عشان هم يبقوا كويسين. بالاقناع لازم اقنعه ولازم اعرفه في مواقف معينه بتحصل، لازم اكلمه ونتناقش انا وهو ونشوف طب انت عملت دي ليه، طب هو لو اللعيب جالك من هنا هيبقى شوف انت الراجل لف يعني. انت بتفتح باب نقاش مع اللاعب؟ اكيد، ما لازم اقنعه. لازم اخليه يقتنع بالمثلا عمل موقف مش مظبوط او حاجه، بحاول اقنعه لا اللي انت عملته ده مثلا فيه شويه كذا، لا لو انت عملت كذا هيكون الدنيا افضل. فالحمد لله يعني انا والجهاز عايزين المصلحه بتاعتهم، عايزينهم يبقوا كويسين، وده عشان النادي في الاول وفي الاخر، عشان النادي، عشان عايزين النادي يبقى كويس، عايزين اللعيبه يسمعوا، عايزين يعملوا موسم كويس. البدايه طبعا زي ما قلت لحضرتك كانت شويه مش لطيفه يعني، لكن الحمد لله اللي بقول لهم دايما الحاجه اللي ما تكسرنيش تقويني، بنتعلم من المواقف اللي احنا فيها. الحاجات زي ما قلت لحضرتك السلبيات بنعالجها، بنقعد بنتكلم بنشوف بنعمل تدريب، بنشتغل على السلبيات، الايجابيات بناكد عليها وبنشتغل. فلازم يكون في ثقه بينه وبين اللعيب اللي انا عايز مصلحته، عايز يبقى كويس بصرف النظر عن اي حاجه تانية. دلوقتي فات 3 جولات، ابرز الصعوبات بقى اللي بتواجهك في المسابقه كامله يعني، ممكن ما باش لسه ظهرت ولا في صعوبات ظهرت ولسه انت يعني بدات تتحسسها من خلال 3 جولات في المسابقه؟ يعني لسه برضو شويه كده كابتن اسامه، يعني الامور الى حد ما ماشيه يعني كويس كملاعب. الملاعب يعني الملاعب الحمد لله لعبنا في ماتشين لعبناهم على ملعبنا، في ملاعب جيده الى حد لغايه دلوقتي، الملاعب كويسه الحمد لله. برضو الفرق طبعا اكيد بتلاقي في 2 ولا 3 العناصر كبيره شويه. فوالله نفسي يعني بس الموضوع ده يكون ليه حاجة حازمة يعني، لأن بيظلم ناس كتيرة يعني. أكيد. الدرجة الأولى ما شاء الله يعني بداية رائعة للنادي الأهلي، دوري الممتاز، بتقدر تفوز على المصري واحد من الفرق الكبيرة برباعية. البداية ليك في مع دوري أبطال أفريقيا مع سان جورج، بداية برضو أيضا جيدة، بتقدر تفوز 3، فبداية قوية للنادي الأهلي يعني. بنأمل إن شاء الله يكون موسم أيضا جيد زي الموسم السابق للنادي الاهلي. والله الحمد لله النادي الاهلي بدا موسم كويس جدا، عمل ماتش كويس جدا مع النادي المصري، كسب سكور كويس قوي، ومع الاداء الكويس القوي برضو اللي الاهلي عمله، عنده لعيبه الحمد لله طبعا لعيبه كويسه جدا، سكواد عالي جدا، ده يخش ده يخرج مفيش فروقات كبيره. اشتغل في افريقيا، لعب سان جورج، عمل برضو اداء كويس مع سكور كويس حقيقي. فان شاء الله السنه دي تكون امتداد للموسم اللي فات وان شاء الله نحصد البطولات كلها باذن الله. مين اللي بيعجبك من لعيبه الاهلي في الاداء في الملعب؟ والله بيعجبني
يعني احمد عبد القادر انا بحب لعبه بس عايز انت لاحمد عبد القادر عشان واحد من قطاع الناشئين يعني لا لعيب كويس يعني مش محتاج حاجه يعني بس ايه رايك في صفقه امام عاشور واداؤه في الثلاث ماتشات مع النادي الاهلي؟ والله انا شايف عمل حاجه كويسه جدا من بدايه من ماتش السوبر الافريقي مرورا بماتش المصري مع اخر ماتش مع سان جورج حاجه ما شاء الله كويسه جدا صنع الألعاب على أعلى مستوى التصويت بتاعه حاجة هائلة جدا فكره حاضر عارف الكرة جايله هيعمل إيه أنا أحب اللعيب ذهنه على طول حاضر الكرة جايله عارف عندي الحلول بتاعت محضر هعمل إيه ذهني حامل حلي واثنين وثلاثة في دماغي فبصرف بغض النظر بقى عن اللعيب مثلا في لعيبة تانية الكرة تجيله لا لسه استنى لا اللعيب ذهنه حاضر ده بيفرق كتير جدا وهتلاقي في بره لا هتلاقي اللعيبه دي هتلاقيها اسعار بتاعتها عاليه قوي يعني ما ينفعش نتكلم عن امام وننسى رضا سليم طبعا رضا سليم كمان افتتح يعني اهدافه طبعًا. مع النادي الاهلي في مباراه المصري شفناه يعني في فتره في لعيبه بتاخد وقت لما تتاقلم وتدخل مع الفرقه ما شاء الله الاثنين دخلوا بسرعه تحس ان هم موجودين مع الفرقه بقالهم فتره طويله انسجموا مع المجموعه الاداء المجموعه مساعداهم ودي ميزه النادي الاهلي بصراحه يعني اي حد بيخش اللعيبه كلها بتساعده الناس كلها عايزه المنظومه كلها تنجح رضا سليم طبعا سريع جدا مهاري بيشتغل على الجون كويس بيشوط كويس بيتمركز كويس جدا صفقه مهمه جدا وان شاء الله تبقى حاجه اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي يعني بتحاول تربط لعب فريق 2009 مع الدرجه الاولى يعني مثلا بتشوف كولر بيلعب بطريقه ايه فبتحاول تحفظ اللعيبه وبتنقل الاسلوب ده للعيبه ولا بتحاول تحفظ اللعيبه تحت كذا اسلوب وكذا طريقه بحاول يا كابتن كذا اسلوب وكذا طريقه وبندي امثله دايما باللعيبه بتاعه الفريق الاول او شوف مثلا ده النادي الاهلي النهارده عمل كذا لازم اقول لهم الحته دي انتوا اتفرجتوا على الماتش امبارح يا كابتن طب شفتوا مثلا رامي عمل ايه النهارده طب شفت الحارس اتحرك ازاي طب شفت النادي الاهلي كان مثلا انا ممكن اسيب مساحه للفرقه ده النادي الاهلي رجع شويه على قابل شويه من على نص الملعب فلازم بقول لهم الحاجات دي بقول لهم ده النادي الاهلي بس بيعمل حاجه بيعمل دي عشان حاجه تانية معينه فبحب اوصلهم طبعا بالامثله مع الفريق الاول بتاعنا يعني شرفتنا ونورتنا يا كابتن ياسر وبنتمنى لك التوفيق وان شاء الله المره الجايه بنستضيفك بقى وانت محقق بطوله الجمهوريه مع 2009 ان شاء الله يا رب ومستضيفين الجهاز الفني واللعيبه كلها باذن الله ان شاء الله كابتن اسامه انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك وان شاء الله اللقاءات تتواصل والفتره الجايه زي ما قلت حضرتك يعني وزي ما قلت يعني تكون كده معانا واحنا يا رب كسبانين البطوله يا رب ان شاء الله دايما هنا يعني المباريات والملخصات والاهداف دايما كل مباراه على ملعبنا هتكون موجوده معانا على قناه الاهلي ان شاء الله كابتن اسامه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيفي اللي كان مشرفنا ومنورنا الكابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2009 بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي احتمال بنسبه كبيره يكون معانا مباراه على الهواء مباشره ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم لفريق 2005 ان شاء الله تكون مذاعه معانا على الهواء على قناه النادي الاهلي شوف حضراتكم شكرا اشوف حضراتكم على الف خير بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والى السلامه